امي دلالتني شمال يمين ويمين وشمال وشمال يمين فوق تحت تحت فوق قدام قدام مستقيم. انا مشكلة كبيرة انا مشكلة كبيرة. عم سلام ايه سيبوني انا متضايق وبفكر. ايش بتسوي؟ بفكر. ليش بتفكر؟ ادم كرم ما تضايقونيش انا بفكر. بتفكر بايش؟ بفكر بايش؟ بفكر بايش؟ يعني عاملين لي فيها بتعرفوا يعني بفكر بكثير اشياء انا. انت يعني بتقدر تساعدني انت وياه؟ بنقدر نساعدك بنعرف نسوي كل شيء احنا. انت صغار بتعرفوش شيء انتوا. وانت كمان صغير. هات اقول لكم الموضوع. انا امي حكت لي اروح اشتري الدكان موجوده حكت لي دغري 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 شمال يمين يمين شمال توصل. بتعرف شنو اليمين وشنو الشمال؟ مش عارف رحت يمين شمال هيك ورحت دغري هيك ورحت بطيخه من هيك. منخرك شمال يمين؟ منخرك انت شمال يمين؟ شمال يمين شمال يمين امي حكت له هيك بطلع ايدي شمال يمين بروح يمين بروح شمال. لا تطلع دغري تطلع دغري تطلع دغري يعني اضلني اطلع دغري دغري راح اخبط ب 100,000 سياره و 100,000 عمود انا ساعتها. ادم تطلع دغري طلع دغري. واذا بدك تميل واذا بدي اميل يمين يمين بتعمل هيك. لا بتسوي هيك هيك بتسوي. اذا طلع يمين بطلع ايدي اليمين وبمشي هيك يمين. لا طلع على الساعه طلع على الساعه وهيك شمال. اذا طلع على الساعه يعني شمال بتضل يمين. عرفت عرفت عرفت. تيجي معي على الدكان؟ يلا تيجي معي على الدكان. يلا بحش اليمين عشان احنا كمان جعانين ناكل. جعانين تاكلوا؟ معيش انا. طيب طيب بنروح بنشوف ليش اغراض لامي بعدين نخلي امي تسوي لنا اكل. يلا يلا حكت لي دغري دغري يلا دغري 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 اها ويمين وين يمين يمين اللي نقل فيها يمين 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 ودغري دغري شمال. يا ولاد يا حلوين ها اذا تعلمتوا ايوه اذا تعلمتوا يمين قصدي شمال واليمين مش مهم. مش مهم. اذا عرفت وين الشمال اليمين الشمال بدون بحط الساعه في الساعه معلش يعني اذا اول ما بتاكلوا اليمين تكبسوا سبسكرايب الاحمر 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 ايوه الى اللقاء. انا عم صابر برسم على الضفاطر الاولاد بيحبوني وبينادوني شاطر انا عم